أنا يعني ما أحب أشوف أحد مثلاً ما يفهم في حاجة وبيتفلسف، فأنا ما أحب أتفلسف في شيء أنا ما أفهم فيه. يعني الشرائع في الدين مثلاً أنا ما أفهم فيها، أنا ماني فقيها في الدين، لا دخلت جامعة الإمام، تخرجت من جامعة الإمام، ولا دخلت الأزهر، مع أنه ممكن يكون شرف لي، بس يعني ما حصل. فما أقدر أجي أكون داعية مثلاً، أنا مش داعية. أنا لما بتكلم في الدين بقرنه بالعلوم اللي أنا تعلمتها في أمريكا. إحنا مسلمين والله بيدلنا، الله بيهدينا على أشياء وطرق نمشي فيها، بالعكس بتدعم العلوم هذه اللي إحنا بندرسها. الأحاسيس هي تخصصي، لأنه الإحساس هو اللي بيعطي كاريزما للشخص، وهو اللي بيعطيله شخصيته، وهو اللي بيحسس اللي قدامه سواء بالقبول أو بالنفور. أنا لما أحب ربي وأقوم للصلاة عشان أنا بحبه، عشاني مشتاقة أني أقابله وأني أتكلم معاه من خلال الكلام الجميل اللي هو كاتبه في القرآن، أبلغ عندي بألف مرة من أنه مسألة تعود، وإني مسألة لازم أقوم، أو إني خايفة بعدين الله يعاقبني. ما هي كده المسألة. اللي بيحرك الواحد الحب، والحب هذا يبغاله جلسات مع رب العالمين وتجليات. لما الله يقول لنا إنه فترة الفجر، إنه أحمد في فترة الفجر والمغرب، عادة يعني في سمعت مقولة إنه إذا كان في أطفال بيلعبوا برا في الجنينة على صلاة المغرب دخلوهم ما يصير. طب الله بيقول لي في القرآن إنه أنا أحمده في هذه الفترتين، وهي فعلا بتكون أقوى ذبذبات تجليات في الجو، الواحد بيشحن جسمه بيها لما يحمده. الخوف عكس الحب، ممكن يحرك الواحد مؤقتا، بس مش هو اللي بيحركني عشان أحب ربي وعشان أعبده من خلال هذه المحبة. العبادة يعني إن أنا أقرب منه، يعني أعرفه عشان بعد كده أشوفه لما يطلع سبحانه للمؤمنين كلهم. هذا هو طموحي وطموح أي أحد. لما أجي أقوم عشان والله هي بس مجرد حركات أنا بعملها من غير أي إحساس داخلي، ما هحس بالجمال، ما هحس بالقوة، ما هحس بالتوفيق، ما هحس بكل الروحانيات هذه، الأنوار الواحد ما بيشوفها الواحد بيحسها. فالعلاقة الجميلة هذه هي هذه اللي بتكلم عنها دائما في الفيديوهات حقتي، وهي اللي بركز عليها، وهي